السيد برهم صالح من خلال كلمته دعا إلى انتخابات مبكرة ودعا إلى حوار لحل الأزمة وإلى آخره. هل من صلاحية رئيس الجمهورية الآن السيد برهم صالح حل البرلمان قانونيا؟ لماذا لا يتم حل البرلمان والانتهاء من هذه الأزمة كي تبدأ بانتخابات جديدة، خاصة أن مفوضية الانتخابات هي مفوضية مستقلة؟ نعم، بدءا تحية لكم أخي العزيز وإلى قناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام وضيفك الكريم. أستاذ أحمد، حقيقة إحنا لطالما أوجدنا الحلول كقانونيين، ولكن التناغم والتنافس بين الفرقاء هو اللي كان ما حد يسمعنا. حقيقة صلاحية رئيس الجمهورية بحل البرلمان والمادة 64 هي واضحة. إحنا ليش نروح رئيس الجمهورية؟ المادة 64 واضحة، يعني هسه بعد هذه الأحداث من البديهي على الإطار أخلاقيا قبل كل شيء، إن كانوا يحبون العراق مثل ما يدعون وإن كانوا يحترمون الشعب العراقي مثل ما يدعون، أخلاقيا يجتمعون الجلسة الأولى من ثم حل البرلمان، أو ينعقد نصاب ينعقد بالثلثين ويطالبون بحل البرلمان. هذا المادة 64. عندنا مادة أخرى يا أستاذ أحمد اللي قليل من القانونيين إلها، مادة 72 أولا باء، تقول أنه من حق المحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان إذا من الجلسة الأولى 30 يوم انعقاد لأول انعقاد للجلسة وما تحقق أي شيء، يعتبر خرق دستوري من حق المحكمة الاتحادية بتقديم دعوة إلها ومقدمين دعوة إلها. ولكن تعرف جنابك الضغوط السياسية على المحكمة الاتحادية مما حذا بأنه ما تتحقق هاي، وتتحقق عن طريق رئيس الوزراء بتقديم طلب، أيضا تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية والموافقة لكلا الطرفين، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من حقهم. طيب إحنا وين من هذا الموضوع؟ ما تحقق أي شيء، ولكن من اليوم أمس واليوم رحم الله شهداء العراق الذين سقطوا في هذه الثورة العاشورائية، هؤلاء المساكين الذي يريدون الإصلاح ويريدون الوطن. أخي أستاذ أحمد، إحنا بالنسبة إن ندعو الحل بسيط، ندعو الفرقاء أولا السيد الصدر من البارحة إلى اليوم المراوغة بثلاث رسائل. أولا وصل لهم رسالة أنا بتغريدة واحدة أسقطت الحكومة ودخلوا إلى مجلس النواب. التغريدة الثانية والرسالة الثانية تعتبر الرسالة الثانية أنا أمتلك القرار السياسي، وهذا أهم بالموضوع، خلي بين قوسين، أنا أمتلك القرار السياسي في العراق كله، يعني أعلى، خلنا نعتبره أعلى قرار بكل السياسيين لكل السياسيين.